السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، مع طرقها وصادة إيرانية للتهدئة في اليمن، السعودية تكثف طلعات الاستضلاع والإنذار المبكر بسمائها. وإلى التفاصيل. شهدت الأجواء السعودية اليوم الأربعاء تحليقاً غير مسبوق لدائرات الاستضلاع والإنذار المبكر، وذلك بالتزامن مع ترقب هجوم يمني محتمل ضد المنشآت الاستراتيجية. أظهرت مواقع تتبع الملاحة الجوية كمية هائلة من المروحيات ودائرات الاستضلاع والإنذار المبكر وهي تحلق بكثافة في الأجواء السعودية، ويتركز التحليق حول المدن الصناعية والمنشآت النفطية على البحر الأحمر، وتشارك دائرات أمريكية بالعملية. وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها سماء المنطقة تحليقا مكثفا للطيران منذ بدء سريان الهدنة في اليمن قبل سنوات. ويشير توقيت التحليق إلى استنفار سعودي أمريكي خشية عمليات محتملة للقوات اليمنية تستهدف العمق السعودي. وفي وقت سابق اليوم طرقت السعودية البوابة الإيرانية بحثا عن وصادة جديدة مع اليمن، وذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف من هجوم يمني محتمل في ظل انسداد الأفق السياسي، حيث أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وأفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بأن الاتصال تطرق لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التهدئة في المنطقة. وجاء اتصال بن سلمان المتأخر وسط تصاعد حدة التهديدات اليمنية للسعودية إثر تصعيد الأخيرة اقتصاديا. ويشير الاتصال من حيث التوقيت إلى تصاعد المخاوف السعودية من هجوم يمني محتمل، خصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن اقتراب ساعة الصفر. يذكر أن القوات اليمنية نجحت خلال سنوات الحرب التي قادتها السعودية في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية الاقتصادية للمملكة مع استهداف أهم حقولها ومنشآتها النفطية الاستراتيجية. وتتصاعد المخاوف حاليا مع إعادة قيادات يمنية التهديد بهجمات أكبر من ذي قبل وتركيزها على منشآت أرامكو عملاق الاقتصاد السعودي. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.